ولولا الحشد الشعبي لما أعاد إلى الجيش مرة أخرى زمام الأمور وقوتها. وقل الحق، يعني إحنا واجب علينا إخواننا الأعزاء، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إحنا رحنا زرنا ديالة، من حرر ديالة إخواننا الأعزاء؟ من حررها؟ هل رأيتم صلاح الدين كيف استقبلوا الحشد الشعبي بالهلاهل؟ أم أن الطيب أعمى لا يرى؟ كيف أنهم استقبلوهم والفتيات يرقصون مع إخوانهم فرحاً؟ أين الطيب كان؟ وأين مصر كانت؟ مصر ملتهية مع آل سعود قاتلهم الله أن يأفكون. منهم جاء أخي العزيز كل تطرف، كل تطرف من آل سعود منذ وجدت هذه الدولة على هذه الأرض. قولوا الحق ولا تخافوا، غدا سنموت ونقف بين يدي الله. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. احنا ندخدخ بالكلام والله ايش لا اخي المسلم، هذا عراقنا، هذا شرفنا، هذا غيرتنا، الرجال اللي بي رجالنا. احنا زرنا الإمام السستاني دام الله ظله في عام 2011، والله ثم والله ثم والله رأيناه احنا من السنة من علمائهم. اخواننا الاعزاء ما يصير احنا نحكي كذا ما ادري ايش. التقينا بالاخ الحاج هادي العامري واخذنا الحاج قاسم الى ديالة يا اخواننا الاعزاء، وذيك الصور الباهرة الجميلة. لماذا عندما انكسرنا لم يتكلم الطيب ولم يكن له عقل ولم يكن له قلب يرى، وعندما بدأنا ننتصر أخذ الكلام علينا؟ هذا الذي نريد أخواننا. هذا الحشد، الحشد الشعبي الله قال فيهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل أخذ برأس فرسه ولم يعد إما ميتا أو مقتولا. هؤلاء هم خرجوا. ما الذي يحصلون الحشد الشعب حتى نحكي عليهم إخواننا الأعزاء؟ ضحوا بأنفسهم وضحوا بأموالهم وضحوا بأعمالهم ونحن نتكلم عليه. والله واجب علينا أن الذي يتكلم على الحشد الشعبي أن نقطع لسانه، وإلا لن تكون دولة. إحنا عندما نقعد ونتبسبس لا، علينا أن نجلس ونقول الحق، فمن شاء اتبع ومن شاء ظل. فنفتح، إحنا والشيعة ما عندنا شيء إخوة، إحنا إخوة، شنو اللي يفرقنا من الشيعة؟